حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة. حقيقة كم أنا سعيد جداً عندما أكون في حضرة رواد هذا المسجد. إنه يوم عيد عندما طلبني الأستاذ محمد سعيد الزرقاني، والذي أتقدم لسيادته بخالص الشكر والتقدير لأنه أكرم ضيوف إذاعة القرآن الكريم، فتح بيته واستضاف جميع الزملاء والكوكبة الإعلامية التي جاءت بين أيديكم في هذا اليوم الطيب المبارك. فالشكر الجزيل للأستاذ محمد سعيد الزرقاني. ولذلك جئت إلى حضراتكم بكوكبة عظيمة يتقدمهم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، وهو علم من أعلام القراء في مصر والعالم العربي والإسلامي. كم نسعد بفضيلته في كل مكان من أنحاء مصر، وكم أنا سعيد بوجودي معه. أيضا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الحميد درويش من علماء الأزهر الشريف، والذي تسعدون به في كل برامج إذاعة القرآن الكريم في كل وقت وفي كل حين. وفاكهة هذه الليلة والذي جاء بناء على طلب سيادتكم الأخ العزيز والعلم من أعلام المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني علي. ولذلك كم أنا حريص أن أكون معكم في كل عام، أتنقل بكل جوارحي مع كل أهالي برهين بمحافظة المنوفية. جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الخضراوي مأذون قرية برهين، وفضيلة الشيخ عمر عبد الغفار أبو عمر مفتش الدعوة بوزارة الأوقاف. جئت ومعي كوكبة عظيمة من العلماء ومن الزملاء العاملين بالإذاعة المصرية، يتقدمنا الأستاذ محمد حمادة عطية مدير إدارة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية، وأخي وحبيبي الأستاذ سلامة رشدي. وهو عندما أذكر الأستاذ سلامة ونحن ضيوف عليه في هذا البيت العامر، عندما أذكره يذكر الأدب ويذكر الأخلاق ويذكر المحاسن، كل الفضائل الطيبة مع الأخ العزيز الأستاذ سلامة رشدي. أيضا يسعدني أن يحضر معنا هذا الاحتفال الأستاذ محمد قطب مدير إدارة التراث بالإذاعة المصرية، والأستاذ حاتم غلاب، والأستاذ إبراهيم شفقي، والأستاذ أنور عبد الهادي، والأستاذ سيد الجندي، والأستاذ جمال مصلح، والأستاذ عادل سلطان. حتى لا أطيل عليكم ومعي ضيوف كرام بين أيدينا، معالي المستشار محمد الكاشف، ومعالي المستشار علي عبد النافع، ومعالي اللواء رأفت عبد الحليم، وفضيلة الشيخ معين رمضان
مدير إدارة أوقاف منوف وأصحاب الفضيلة مفتشي أوقاف منوف والسيد المهندس عادل عبد العظيم البرديني مدير عام الإدارة الزراعية بمنوف. هيا بنا إخوة الإيمان نستمتع بالقرآن الكريم، لا سيما أننا بين أيدينا اليوم علم من أعلام القراء في مصر والعالم العربي والإسلامي. نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت يا رب الله يبارك. انا مش فاهم صوتكم ايه فين. الله ينور عليك. انا قلت مش عايز حاجه بعد كده. لا انت حلو ودير اي حاجه. احنا مش في مجتمع، احنا في امسيه هيصوا كده كل بعض. أهل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يا رب. من ساكتين يا أستاذ أمين؟ يا شيخ علي، تعال هنا اهو، تعال جنب هنا، لا تعال جنب هنا. طيب زنور، بدل حبيبك مش عايزين نتكلموا بقى، تتكلم انت. هنتكلم عبر قول انت بقى. حبيبي
انا اقعد جنبك حبيبي. هات بص هات مكانك الشيخ. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. الله يكرمك زمان يعني. انا بقول لك حبيبي يا شعلي، بركاتك يا شعلي. سيد محمد عبد الحق منور الدنيا كلها والله. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه فإن كنت في شك فإن كنت
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين شكرا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا إلا بإذن الله يا رب حبيب حبيب حاضر يا حبيب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وَمَا كَانَ لِنَا
واجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. بس الوقت بتاعك نخلص الصورة بقى. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفع.
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف لهم إلا هم وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم يا رب يا رب اللهم آمين اللهم آمين يا رب.